السلام عليكم، حياكم الله من جديد في مقطع ثاني. في بداية بس حاب اعتذر على اخر مقطع، وادري والله الجودة كانت هناك ضعيفة جدا، التقطيع كان بشكل كبير. برضو حاب اعتذر على اليومين الاخيرة، ما سجلت مقاطع لكن كلها كانت تقطيع فيها قوي جدا. طبعا مشكلة التقطيع هو في الاساس انه لها اسباب كثيرة، والسبب الرئيسي انه جهازي حاليا ضعيف، لكن ان شاء الله راح اشتري جهاز اقوى من هذا وحل مشكلة التقطيع نهائيا. حاليا ممكن احاول اخفف منها قدر المستطاع باذن الله، انه ما تستمر كثير باذن الله تعالى. المهم اليوم راح نتعلم حاجة مهمة اللي هي الوركشوب. ايش الوركشوب وايش فائدتها وايش وكيف اقدر اخذها؟ طبعا هذه الشخصية الثانية اللي عندي، تقريبا اني مشيت في الماب كله، تقريبا استكشفت اكثر الوركشوبات او ما اقدر اقول كلها، ما ادري والله صراحة. لكن المهم الوركشوب هو يكون بهذا الشكل، زي ما انتم شايفين علامة الشاكوش والمفك هذا، ويكون بهذا اللون اصفر. طبعا كثيرة جدا في العالم، في واحدة هنا واحدة هناك واحدة هنا، كل ما تستكشف وركشوب تفتحها في خريطة، يعني كل ما تمر من عندها تستكشفها تشوف ايش فائدتها. كل وركشوب يعطيك موارد مختلفة. طبعا الغرض الرئيسي من الوركشوب اللي هو الموارد، مثلا نشوف هذه اقرب وركشوب من الفولت، هي اللي راح ناخذها اليوم ونتعلم كيف نستفيد منها. لو تلاحظ راح يعلمك ايش الوركشوب هذا ايش يعطيك. فهنا يقول لك في فود، في ووتر، في جانك، في تايتانيوم، في كونكريت، في وود. انت محتاج غرض مثلا تايتانيوم، فالوركشوب هذا هو المناسب له. طيب انا محتاج اويل، اروح اشوف وركشوب ثاني في اويل. مثلا هذا هنا فيه، هذا ما في اويل، اوكي فكرت في اويل، لكن هنا في اسيد وفي كريستال وفي جولد، فبحتاج اسيد او كريستال او جولد، الوركشوب هذا كويس. نشوف ايش الوركشوب هذا ايش يعطي. هنا هذا يعطي اويل ويعطي ستيل ويعطي كوبر. الفكرة الوركشوب زي ما قلت ناقصك اغراض مهمة، تشوف الوركشوبات اللي انت استكشفتها هل تعطيك هذا الغرض او لا، اذا تعطيك راح تروح تاخذها. فخلوني امشي طريقي للوركشوب هذاك ونتعلم مع بعض كيف نستفيد من الموارد وكيف ناخذها. فاول ما اوصل راح ارجع لكم ان شاء الله. طيب رجعنا لكم، هذا هو الوركشوب قدامي حاليا. تشوفون المباني اللي قدام، في بيت وفي كم مكان خردة. اول ما تقرب من الوركشوب راح تطلع لك مهمة، هذا اذا ما في احد اخذها. يقول لك المهمة انه اذا تبغى تستحل الوركشوب اضف الاريا من الانمي كذا تقدر تستحلها. اوكي ما في احد اخذها، فيقول لك كلير انمي فروم جورج جانك يارد. اسم الوركشوب هذا جورج جانك يارد. طبعا مكاني مرة ثانية اللي حاب اشوف هنا بالضبط جنب الفولت على اليمين. طيب علشان تاخذ الوركشوب هذا في البداية لازم تنظفها من الانمي. عادة يكون في آليين هنا، في آلي في البيت هذا، في آلي هناك، في آلي في الجهة هذه، في كم صرصور في البيت هذا. اذا تسمع صوت البيب هذا في الجهاز يعني انه لسه ما اقدر اخذها. ليش؟ لانه في انمي. لما ننظف الاريا كاملة نجي عند الجهاز هذا ونقدر نستحلها. طيب في علامة يقول لي انه في واحد هنا. اوكي لكن ما في ولا واحد هنا. طيب شكلها مقلتشة. اذا هي مقلتشة راح اضطر اني اغير سيرفر. طيب اشوف الوضع هنا كيف اذا حصل انمي او انها مقلتشة وارجع لكم. طيب رجعنا لكم، وهذا سيرفر ثاني اضطريت اني اغير سيرفر. اوكي الحمد لله هذا السيرفر ده مو مقلتش. خلنا ناخذ الكوكولا هذه في البداية. طيب زي ما قلت بتشوفون انمي هناك، خليني بس اغير سلاح. هذا الاول هنا المنطقة هذه يكون فيها انمي، برضو البيت هذا راح يكون فيه واحد. مستر هاندي اوكي مات. <مات. تصفيق>
اتوقع لسه فيه. يب لسه البيب موجود في الصوت في الجهاز هذا، يعني لسه في انمي. في حشرات هنا، كيف في الو في حشرة. وين الحشرات؟ والله قبل شوي انا اسمع صوتها. اوكي في علامات طلعت، يعني في ودينا عند الوحوش. باقي اخر واحد مستخبي هنا في الباص، في شنطة ادوية. ناخذ الكابز وناخذ الستيل. طيب خلاص اتوقع الحين يقول لي كليم ذا ورك شوب انه ما في انمي، لكن قبل ما نسوي كليم في حاجه اللي هي الصناديق هذه اللي مقفله، كيف نفتحها؟ تحتاج اول حاجه بركات اللي تحصلها في البرسبشن اللي هي البيك لوك، فانا حاليا ابغى اشيلها. في ثلاثه بركه. يقول لك ريكواير سكيل واحد، ويقول لك يور سكيل زيرو، يعني انا حاليا ما نحط بركات فما اقدر افتح هذا. لازم اقل حاجه اركب بيرك واحد من هذه من البيك لوك. نركب هذا راح يصير واحد، يعني راح اقدر افتحه. طيب في البدايه راح تحتاج البوبي بينز اللي هي زي هذا الحديد الصغير هذا اللي تفتح فيها، وعندك الجير اللي على اليسار والجير اللي على اليمين. الجير اللي على اليسار راح يحرر لك الحديد هذه، تحركها تقدر يمين يسار. الجير اللي على اليمين يحرك لك القفل نفسه، اذا شفت القفل يهز يعني غير اتجاه الحديد هذه. حاليا يهز في النص، خلينا نغير يسار ونشوف. يبدا يمشي معي، امشي كذا خفيف لين ما اشوفه هل بيهز اوقف. حاليا قاعد يمشي كويس وفتح معي تمام من اول محاوله الحمد لله. طيب في بعضها هذا كان سكيل واحد، يعني تقدر تقول سهل. في زي هذا ريكواير سكيل ثلاثة، فلازم البركات الثلاثة كلها حق البيك لوك. طيب طبعا ليفل ثلاثة يكون صعب جدا، يعني يبغى الواحد عنده خبرة في هذه. فنشوف قاعد يهز معي، نحركه يسار. اوكي بدأ يمشي من اول محاولة. لاحظوا ذا اليمن شوف ايش هنا، وفي باور امور رايدر. اول مرة اعرف ان في واحدة هنا. طيب لقينا اللوكيشن حق باور ارمر، اللي يبغى باور ارمر يجي عند الوركشوب ذا يفتح الصندوق هذا. رصاص وبطارية الكتريك شير. اوكي ما نبغى. طيب نرجع لموضوع عن اللي هو الوركشوب، نسوي له كلام. كليم طبعا تدفع 25 وبتبدأ تسوي لها كليم. لو اذا واحد كان مسوي الوركشوب هذا، اذا في لاعب ثاني طبعا تكون قصه ثانيه. اذا هو حاط توريتات ودفاعات، اول ما تسوي كليم راح يكتب عند اللاعب اللي راعي الوركشوب هذا انك انت قاعد تسوي كليم للوركشوب حقه، هو يقدر يجي ويدافع عنها. شوف الخانه هذه لما تكون فيها في البار اللي فوق، اذا اكتمل فل خلاص يعني صارت باسمي. طيب اول حاجه نبغى نعرفها، اول حاجه مهمه تبغى تسويها هي تحمي الجهاز هذا. انا عاده اصمم تصميم حوله، اقفل المنطقه هذه ما احد يقدر يدخلها الا اذا كسر واحد من الاغراض هذه. طبعا اذا كسر راح يصير مطلوب فيسهل علي الامور. طيب اتاكد بس. طيب اول ما اقفل على هذا سنوفر وقت، برجع لكم ان شاء الله. طيب رجعنا لكم. سويت دفاع تصميم بسيط. طبعا من فتره لفتره راح يهجمون عليك وحوش، وراح يعلمك كيف انت
يقول لك راح ارجع دافع على الوركشوب. تقدر تحط تريتات ودفاعات وترتاح انك شوية يعني ترجع وتكمل وترجع زي كذا سمع جبنة. طبعا الوركشوب هنا منطقتها سهلة ولهجتهم ضعيفة. والله بيزعجوني صراحة. خليني ذبح بس الويف هذا وبعدها نبني التوريتات ونرتاح. طيب هذا التصميم تصميم بسيط بس يعني بس عشان اقفل على الجهاز هذا اني ما ابغى اي واحد يوصل له. طيب اطلع دور الثاني. تروتات انواع واشكال. طبعا في الوركشوب لو تلاحظ على اليمين دحين في موارد باللون الاخضر حاليا. هذه الموارد من الوركشوب نفسه، لكن لما هنا مثلا مكتوب بالنيوكليير ماتيريال باللون الابيض. ليش؟ ان هذه موارد من الانفنتوري انا الشخصيه. راح تقدر تبني هذا التورت اذا كنت مبتدئ، لكن اذا تبغى تبني توريتات اقوى محتاج البيرك هذا اللي هو هوم ديفنس. راح تحصله في الاجيلتي. هذا هو اذا صار ماكس 3 نجوم راح تقدر تبني توريتات قويه. فخلينا نزرع التوريتات. طبعا لسه الموارد اخضر، يعني قاعد استخدم موارد الوركشوب. ما عدا الاويل صار ابيض الحين، فقاعد استخدم الاويل الشخصي عندي من الفنتوري. طيب برينا هذه. نبغى الحين نشرح اهم حاجة اللي هي الريسورش. لو تلاحظ في هنا زي المناجم او زي الحفر الماين، هنا يقول لك بلاك تيتانيوم ديبوزيت، منجم حق تيتانيوم، وهنا راح يكون كونكريت. اوكي ما اقدر اشوفه، اتوقع لاني بنيت على الكونكريت هذا، لكن اصلا ما احتاج كونكريت. في هناك وود في الجهة هذيك، في الجهة هذيك في جانك. طيب نشرح اهم حاجه اللي زي ما قلنا اللي هي الريسورش. فتجي انت هنا في القوائم تروح عند الريسورش، عندك هذه الالات. كل اله راح يبيك وين تحطها. لما تشوفها اخضر يعني هذا المكان المناسب للاله هذه. فهنا عند الكونكريت اتوقع انه ما يمدي نحطه هنا عشان المبنى هذا. اوكي ماشي ماشي. طيب التيتانيوم هو من الاغراض اللي راح تحتاجها عشان الباور ارمر، فيمدينا نحط التيتانيوم هنا. تمام. باقي عندنا الجانك. الجانك زي ما قلت في الزاوية اللي قدام. راح يكون هنا. اوكي هذا اكتمل حق الايفنت. طيب هذا وود استخرج خشب بنحطه هنا. طيب لو تلاحظ حاليا الالات هذه يقول لك زي في طاقة زي الباور كذا وزي الكهرباء مكتوب 10 باللون الاحمر. هذا يعني انه الجهاز الواحد هذه الواحد كل جهاز راح يحتاج 10 باور. طيب يفضل طبعا الباورات تستخرجها من او تستفيد يعني تشبكها توصلها للجنريتر. عندك هذا طبعا تقدر مثلا لو عندك الصغير بس تقدر تكتب تبني 4 من هذا الجنريترات وتوصلها على طول مع الاله هذه. لكن يفضل اذا عندك هذه 2 لكل واحد، هنا 1 لكل واحد. وعندك هذا اللي تركبه هنا راح تشغل السيرفر كله يرجع. خلينا نبني اللارج. يفضل انها تكون في مكان امن علشان ما احد يكسرها سواء انمي او لعيبه ثانيه. كان عاده نسوي التصميم هذا وخليه في الدور الثاني، وراح اوريكم كيف توصلوها مع بعض وكيف توصلوا الاله. هدي 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 كذا. اوكي يا الله. طيب هنا ما اقدر ابني فلور عشان الحديده هذه اللي طالعه، لكن ما هي مشكله. طيب نروح مره ثانيه عند الجنريترات. جنريتر اوكي. عندنا كم 3 الات، راح نبني 3 جنريترات.
بس انا استفيد من المساحة الصغيرة هذه. هنا واحد، هنا الثاني، وقربها مع بعض، وهنا الثالث. طيب بعدها وصل الجنراترات مع بعض يعني زي كذا، تروح هنا وفي خيار مكتوب اتاتش واير، يعني كانك تبني بس ركز على الجنريتر. في الاكس بوكس مكتوب واي، واركب مع هذا الجنريتر، اوصله مع هذا كذا، راح يكون عندي 30 باور حاليا. طيب بعدها راح احتاج هذه الاعمده واوصل منها الاسلاك، فاخذ اللي وصلته الجنريتر اللي وصلتها مع بعض، اخذها اوصله هنا. بعدها يلا امشي الاسلاك لين ما اوصل عند الاله. طبعا الابراج هذه لها رينج معين، مدى معين، لكن اتوقع اني اقدر اوصله لهنا. طيب حاليا تشوف الاله واقفه صح، لكن اول ما اوصلها يلا بدات تشتغل حاليا، بدا يستخرج التيتانيوم. عندك برضو النور هذا شغال، يعني الاله شغاله، عندك دي تتحرك برضو. طيب باقي عندنا الالات في الجهه الثانيه، نفس الطريقه نوصلها نوصلها الاسلاك. انا بس حاب اوريكم خطوه بخطوه علشان ما يكون شيء معقد، لانه في الاغلبيه ما هو فاهم طريقه تشغيل الجنريترات وكيف توصلها وكيف. طيب ناخذ هذا ونركبه هنا، بعدين تمشي نفس الطريقه من هنا لين هناك توصلها مع بعض. ايش باقي دحين؟ ايوه زي ما قلت عندك الغرفه هذه، انت لما تحمل الجهاز هذا. طيب حاليا يبغى لي باب هنا، بيت او معلش مو بيت، دور. اوكي هذا باب. طيب لكن لسه في مشكله، انه اي واحد يقدر يفتح الباب، يقدر مثلا يخش من الغرفه هذه او يجي يخش من الباب هذا. لكن في طريقه تقفل الابواب وتضمن انه ما في احد يدخل. تجي عند الباب هذا راح يطلع لك خيار مكتوب لوك، لو تقفيه. اذا عندك موارد كفايه راح تقدر تبني تقفل بالخيار الاخير هذا، هو ليفل 3. فاللي عنده ليفل 3 راح يقدر يفتحه، لكن لما يفتحه راح يصير مطلوب. هذا هو الشيء الكويس في اللعبه، يعني اللي هو بيحاول يبغى يسرق من الوركشوب عندك، بيدخل من هذه الابواب اللي انت مقفلها، راح يصير مطلوب وتجي تقدر تذبح في اي وقت تبغى. هنا في صرصور، ما انا ابغى صراصير. والشيء الثاني اللي اسويه انا، اقفل هذا البوابه، يعني مو بس بالقفل، لا احط عندها من الديفنسز هذه عشان ما في احد يقدر يدخل الا اذا كسر هذه. اذا كسر هذه طبعا يصير مطلوب. نفس الكلام ينطبق على الآلات هذه. شوف بدا يستخرج بلاك تايتانيوم، تيجي كذا بتاخذها، بس حاليا اي واحد يقدر ياخذه، وتيجي انت وتقفلها كذا، ما في احد يستفيد منها الا انت، واذا حاول ياخذها راح يصير مطلوب. فاتوقع كذا انه كملنا شرح الوركشوب، كذا تستفيد من اغراضها. طبعا تقدر بعدين تضيف اشياء انت مثلا تبغاها. انا عادة اسوي هنا مثلا ورك بنشات زي حق الارمور، حق الويبن وحق الامو، واسوي هنا حق الطبخ، اسوي هنا اسر، اسوي هنا بعض الجلسات كذا، عشان دائما اغلبيه اللعيبه الجديدين دائما يمرون من هذه المنطقه، فاذا جاوا يبغون اكل، يبغون شرب، يبغون تصليح دروع، فاوفر لهم اماكن زي كذا يعني. وفي نفس الوقت تبدا يعني تكون علاقات مع بعض اللعيبه اللي يمرون من هنا، شيء جميل صراحه. فلما اكمل التصميم اللي دائما انا اسويه راح ارجع لكم. طيب رجعنا لكم، وزي ما انتم شايفين حطيت شويه اسره هنا، وكام فاير هنا، وحطيت حق المويه هناك، حق الطبخ هنا، ستاش بوكس، بعض الادوات الكرافتنج زي ما قلت هنا، يعني اي واحد يجي يستفيد منها من غير ما يزعجنا ويسوي مشاكل. اذا ناوي يسوي مشاكل راح يصير مطلوب ويقدر نقتله في اي وقت. على العموم هذا هو كان شرح الوركشوب، اتمنى انه فادكم. طبعا الوركشوب زي ما قلت اشياء مهم راح تحتاجه في
في مرحلة معينة، خصوصا إذا عندك يعني صارت أغراضك كثير وعندك باور آرمور تبغى تسوي ريبير تبغى تسوي الكرافت. فإن شاء الله إن شاء الله إنه هذا فهدكم. قبل ما أنهي المقطع بس عشان المجتمع العربي اللي حق فلاوت اللي تكلمتوا عنه أغلبكم قالوا الديسكورد، وصراحة شيء جميل ديسكورد، يعني خاص يعني مكان مناسب للتجمعات جيمرز وحاجات زي كذا يعني. فإن شاء الله إن شاء الله في المقطع الجاي راح أسوي السيرفر وراح أكتب لكم في ممكن في التعليقات أو في المقطع نفسه. وكذا وصلنا حلقة وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى الاشتراك واللايك، وشوفكم إن شاء الله في مقطع ثاني. سلام عليكم.